هسه راح نبدي بالاشتقاق الألفانات والألفا وان والألفا تو. Method of derivating value of alpha naught, alpha 1, alpha 2. مثل ما قلت لكم الألفا نوت هي ستاندر لكل الحوامض الضعيفة. الألفا نوت ألفا 1 راح تكون بالنسبة للأحادية، ألفا نوت ألفا 1 ألفا 2 بالنسبة للحوامض الثنائية. نجي ناخذ بالنسبة لل، خلينا نشتق هسه بالبداية الألفا نوت ووراها نبدي نشتق الألفا 1. أول شي راح نشوف، ومثل ما قلت لكم لا تنسوا الورقة والقلم حتى تعرفون المعادلة شلون تجي. أول شي الحامض دي يتفكك دي ينطيني البروتون وينطيني الـ A ماينس. الـ KA راح تكون هي نواتج على المتفاعلات، كل KA احنا عندنا الناتج على المتفاعل، يعني حاصل ضرب تركيز الـ A في الـ H مقسومة على الحامض. قلنا التركيز الكلي التوتال للـ HA، ايش قلنا؟ هي حاصل جمع الحامض زائد الأنيون، يعني الـ HAT، الـ HAT معناها التوتال التركيز الكلي، هو حاصل جمع الأنيون السالب زائد تركيز الحامض. الفا نوت راح تكون هي HA على HA plus A minus. الـ from equation number one اللي هي راح تكون قلنا الـ HA هي الـ A minus في تركيز الـ H plus على الـ KA، راح تكون تعويض معادلة مكان المعادلة الثانية حتى نقدر نشتق من عدها الألفا نوت. وراح تكون من عدها انه الألفا نوت راح تساوي لنا ألفا نوت راح تساوي لنا حاصل قسمة الحامض HA على حاصل جمع ال HA التوتال، HA التوتال. فأبدي أعوض وحدة مكان الأخرى حتى أقدر أشتق بالنسبة للحامض الأحادي الألفا نوت والألفا 1. إحنا قلنا ما دام هنا عندنا هسه إحنا بحالة الحامض الأحادي دا نحكي، فالحامض الأحادي إذن إلى ألفا نوت وإلى ألفا 1. الألفا نوت راح تكون هي حاصل قسمة أيون الهيدروجين على حاصل جمع أيون الهيدروجين زائد كي اي. In the same way يعني بنفس الطريقة هم تعويض معادلة، معادلة أخرى راح نطلع الألفا 1 هي حاصل قسمة كي اي على تركيز الـ H plus زائد الـ كي اي. هذا بالنسبة للاشتقاق. نجي هذا بالنسبة لمن قلنا للـ acidity. الإفكت أوف أسيديتي أون سولوبلتي، إذا تأثير الحامض على ذوبانية الراسب. العامل الثاني اللي يأثر على ذوبانية الراسب هي إفكت أوف كومبلكسيشن أون سولوبلتي، إذا تأثير التعقيد على الذوبانية. تأثير التعقيد مثل ما الحامض له تأثير على الذوبانية، أيضا التعقيد له تأثير على الذوبانية. نجي بالنسبة للفقرة اللي تقول complexation agents can compete for the metal ion in the precipitate. إذن العوامل المعقدة تتنافس مع الأيون المعدني بعملية الترسيب. Just as acid compete، إذن الحامض for the anion أيضا يتنافس مع الأنيون. The precipitate Ma اللي هو هذا عندنا الـ solution that dissociates to give، إذن يتحلل dissociates يعني يتحلل أو يتفكك حتى ينطيني M plus زائد A minus. نفس الطريقة بالأسد، الـ M plus من طلعت لذيك هسه بالحامض اتفاعلت ويا الـ H excess H، هنا راح تتفاعل ويا ligand حتى تكون لي المعقد. إذا يتفاعل الـ M plus مع الليجند حتى ينطيني ML plus، هذا هو المعقد. والـ CM هنا هي تركيز المعقد الكلي.
نفس الحالة the summation of M plus and ML is analytical concentration. هنا هم أيضا راح تكون CM هي التركيز الكلي بالنسبة للمعقد which is equal to A minus. Calculations for such as a situation are handled in a manner completely analogous to those for effects of acids on solubility. هذه شنو معناها؟ معناها انه راح يصير عندي يتم التعامل مع الوضع بطريقة مماثلة للحاضر، نفس الطريقة. Handled يعني يتعامل بأسلوب manner، أسلوب completely analogous يعني مماثل أو same، تجي نفس الشيء to those for the effect of acids on solubility، نفس طريقة التعامل مع الحامض. Consider the solubility of AgBr، نجي ناخذ بالنسبة للبروميد الفضة in the presence of NH3. إذن الفضة يمكن أن تكون معقد مع ليجند، الليجند هنا راح يكون هو الأمونيا، فتتفاعل الفضة مع الأمونيا بالمرحلة الأولى ويرجع بعد مرة نضيف لزيادة من الأمونيا راح ينطيني AgNH3/2. إذن الـ AgBr راح ينطيني Ag plus زائد Br minus. نجي ناخذ المثل، احنا نشتغل على المثل الموجب ويتفاعل ويا الأمونيا اللي هي الليجند، هنا الأمونيا تفاعل على مدى مرحلتين. نجي ناخذ الـ KSP نفس الحالة نفس الطريقة، هناك كانت عندي ألفا هنا راح تكون عندي بيتا، فراح تكون الـ KSP على بيتا نوت تساوي KSP برايم زائد C بالـ AGR في تركيز الـ BR راح يكون هو يساوي الـ S تربيع، يعني هنا solubility الـ S هي تحت الجذر KSP على B نوت. هذا هو القانون النهائي اللي بداخل المستطيل. The solubility S of AgBr is equal to Br. هاي هنا منطيكم هم شون استخرج المعادلة اللي لي فوق، انه هنا كلها شي تمثل بحالة التوازن بحالة الإكوليبريوم، وش راح تكون الاسبيسيز اللي present as Ag plus where KSP prime. هنا نجي ناخذ again is again، يعني نقولكم مرة ثانية انه شون بالحامض ال KSP prime كانت الconditional solubility product اللي هي ال KSP prime whose value depends، ايضا تعتمد هناك على من، كانت تعتمد على specified pH، pH محددة، هنا تعتمد على تركيز الأمونيا. ال KSP prime بحالة المعقد تعتمد على ال concentration of أمونيا، لكن بالحامض كانت تعتمد على قيمة pH. نجي ناخذ مثال على احنا، لانه اذا ما ناخذ مثال ما نقدر نفهم الشرح اللي دا نقوله. نفس الحالة calculate the molar solubility of silver bromide in 0.1 ammonia solution. نفس الحالة اقول له solubility هي ال KSP على B نوت على بيتا نوت، البيتا نوت ابدي استخرجها بناء على المعادلة اللي تقول هي واحد على K formation 1. KF هي K formation ثابت التكوين الاولي في ثابت التكوين الثانوي مضروبة في تركيز الأمونيا تربيع زائد K formation 1 مضروبة في تركيز الـ NH3 زائد 1. هذه الواحد الفوق والواحد الجوة هذه بناء على اشتقاق مثل ما اشتقينا ألفا نوت ألفا 1 ألفا 2، نفس الحالة تحفظون قانون البيتا نوت بيتا 1 بيتا 2. نفس الحالة إذا كان التعقيد أحادي راح يكون إلى بيتا نوت وبيتا 1، إذا كان التعقيد ثنائي راح يكون إلى بيتا نوت بيتا 1 بيتا 2. فنستخرج هنا solubility بناء على البيتا نوت K formation 1 والK formation 2 نعطيكم إياها بالسؤال، والK SP أيضا ننطيه بالسؤال، بس تقسمون تستخرجون solubility بالنسبة للسيلفر. الكمبير نفس الحالة compares with the solubility in water of هلقد، هم أيضا نفس الشيء راح تكون هنا 530 times نفس طريقة الحامض اللي قلت لكم عليها. أيضا هنا هسه طلعنا القاعدة مال المي راح يكون هو تحت الجذر
solubility بس تاخذون الجذر للكي اس بي تقسمون مال القاعده على مات المي وتضربوها في 100 حتى استخرج ايش قد تكون النسبه المئويه بالنسبه بالذوبانيه بالنسبه للقاعده على المي مضروبه في 100 اطلع النسبه ايش قد تكون انكريس. نفس حاله الحامض نفس ما طبقنا بالاسيد بالكومبلكسيشن. اللي وراء راح يكون هو الميثود اوف ديرفاينج فاليو اوف بيتا نوت بيتا 1 بيتا 2 نفس الطريقه تستخرجون من عندها بناء على الكي اف 1 والكي اف 2 نستخرج البيتا نوت والبيتا 1 والبيتا 2. هذا الاشتقاق ايضا مطلوب من عندكم مجرد تعويض ترى هي معادلات وحده داخل اللخ حتى نقدر بس البيتا نوت تنحفظ البيتا 1 تنحفظ والبيتا 2 تنحفظ كل وحده معادلتها حتى على ضوءها اقدر استخرج الاذرات بيتا نوت اذرات بيتا 1 اذرات بيتا 2 اقدر حتى اطبقها بالمعادله مال الذوبانيه.